ونبتدي بقى بان الشهر ده كان شهر الفالنتاين. قال لك شهر الحب وشهر الفالنتاين وشهر الحاجات دي، ويعني انا مش فاهمه. انا طبعا يعني وبعد فتره من الجواز بتنسى موضوع الفالنتاين بكتير، وبتقول هابي فالنتاين يا حبيبي، هابي فالنتاين يا لولو، وخلاص وخلصنا. يعني الهدايا بقى بتتغير مع السن، يعني من واحنا صغيرين بقى كان في الدباديب والورد والكلام ده وبلالين، وتصحي تلاقي البيت كله بلالين، فرقعت كلها خلاص. خلصت الموضوع، خلص. ما علينا، الحب بقى ومفهومه وشكله عامل ازاي بقى؟ حكايات الحب. حكايه الحب دي بما ان هي قاعده بقى في الاخر يا جماعه، معلش يعني احنا عندنا مشكله كبيره جدا، او انا بقى بشكل شخصي كان عندي مشكله من وانا صغيره، ان انا شخص متعلق جدا بالسينما والاغاني وكاظم الساهر، انا اسفه، وحاجات بقى كده. فكان مفهومي عن الحب هو اللي هو ها حبيبي وهيخبط في كتفي فالنضاره هتقع، فهيبص في عيني فالشعاع مشاكل. فطبعا فده اللي حصل في الحقيقه. انا كان اول قصه حب اعيشها كانت في المدرسه، كان اسمه كريم، احب لو شايف البرنامج كريم هو يعتذر دلوقتي. كريم بحب فكره، لا ما عمري ما هنساه الحقيقه. يعني ليه عمل فيكي ايه؟ ده انا سميت ابن خالي كريم. عمل فيكي ايه؟ بجد والله. لا ولا حاجه، انا كنت معجبه بيه جدا وشايفه بقى ان هو ده فارس احلامي، وقلت هنعمل لقطه من اللقطات بتاعت ان انا هرمي حاجه قدامه على اساس ان الفت انتباهه. ده بجد والله، يعني للاسف في الفسحه والحاجات دي، فرميت فعلا حاجه مش فاكره كان قلم ولا ايه، وعملت حاجه غريبه جدا. كنت اعتقد في اعدادي وقتها، وهو اكبر مني بسنتين مثلا، وكان شاطر جدا، فاكره كل حاجه. المهم ففضل واقف قدامي، هو مش عارف يعمل ايه. في الاخر راح موطي، جاب اعتقد كان قلم او حاجه، ووطى قال لي اتفضلي، وقمشي وسابني. طبعا كل افكار الحب بالنسبه لي انهارت تماما، لانه انا فاكره بقى اللي هو جو الفراشات والاثاره بقى والحياه اللي بتبقى في الاول دي. بس المشكله ان انا اكتشفت بقى مع الوقت ومع السنين انه بغض النظر عن مفهومنا احنا عن الجزء الاولاني بتاع الاثاره بقى، واللي هو يلا بينا ننط من فوق جبل والحاجات دي، انه الحب مفهومه بيتغير كل لما تجاربنا بنخش فيها اكتر وبنفهمها. فتوصلت في الاخر انه الحب في الحقيقه، ودي كانت صديقه هي اللي قالته لي بعد كمان، كانت يعني مرتبطه وانفصلت ورجعت تاني ارتبطت بحد في الاخر بعد بقى معاناه طويله، قالت لي انا اكتشفت ان الحب هو الامان، مش الامان المادي، علشان احيانا دماغنا بتروح للسكه دي، بس فكره انه حد يبقى مطمن او مآمن نفسه على نفسه مع الشخص اللي هو معاه. بنات الحب والأمان؟ لا بصراحة أنا بحس يعني دلوقتي من موقعي هذا، عشان برضو الموضوع فعلا اختلف كتير كتير كتير، أنا دلوقتي بشوف أن الحب في التفاصيل العادية مش في الإكستريمز. يعني بشوف أنه الواحد لو يومه عدى بسلام وحس ان هو بجد بجد يومه عدى بسلام، من غير مشاكل، من غير خناق، من غير افواره، نزلت في الارض من غير افواره، لا سلام، انا عايزه سلام. الحب هيمنحني السلام؟ مش هيمنحني السلام. يمشي ممكن عشان عندك تجربه طلاق مريره، فبالتالي مش او انفصال مرير، يعني مش هو الموضوع. اصل الطلاق غير الجواز غير الحب برضه، يعني خلينا نفرق ما بين الجواز. ايه الفرق بقى بين الجواز والحب؟ لا مفهوم الحب نفسه يعني بي بي بيتحطم في الجواز لخمسين ألف حاجة تانية. صلي على النبي، صلي على النبي. ليه بيتحطم؟ ليه صلي على النبي؟ بيتحطم لأشياء أخرى. يعني أنت بيبقى في حاجة كبيرة كده، وبعدين هوب تك بتقع تتكسر في الأرض، وتتنطور بقى الحاجات كتير قوي قوي حواليكي وحواليه. بس مش بيتحطم، يعني خلينا نقول هو مش بيتحطم، هو بيتشكل باشكال اخرى، بيتقسم لحاجات اخرى، منها واحد منها بيفضل الحب، لكن بيبقى فيه 5 6 7 8 9 10 جوانب تانية بتدخل معاه. اتحطم اهو، معاه مش عليه، صلي على النبي، بتدخل معاه مش عليه، يعني بيبقى الحب موجود. بس بعد الجواز بقالك كام سنه متجوزه يا حبيبتي؟ بيبقى ايه يا جماعه؟ ايه انا معلش انا الشخصيه ليه بس اناقشك كده؟ 15 15 15 لسه سكتك معمره 15 بس بيبقى ده صمود، لسه ما اتحطمش. يعني بيبقى بشكل موده، بيبقى بشكل مسؤوليه، وانا مع ان الراجل مسؤول عنك. خلاص قلب موده ورحمه، مسؤول عنك، رحمه الحب. الحب اساسي، الحب دي كده قلب علاقه بابا وماما. صدقيني روفي، احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن اللي رحاب حكت عنه في الاول ده، بنتكلم عن الاكستريم في المشاعر، بنتكلم عن الاوكسيتوسين والسيرتون
السيروتونين اللي بيضربه في النافوخ فيحسوك ان أيوة ما هو غلط انه يضرب في النافوخ بادئ من ابتدائي. بس ما هو في الاخر مش ده الحب. أيوة بس كده يعني مش ده الحب. ده شكل من اشكال الحب، لكن في الاخر احنا لما بننضج ولما بنكبر فعلا بنفهم انه انت اللي انت قلتيه على فكره مش مختلف مع اللي انا بقوله، انه في الاخر ان انت تحس بسلام هو في الاخر ان انت تبقى مطمن. يعني هي قالت الامان، انت قلتي السلام، هي اثرت ان هو بيتغير بيبقى موده ورحمه. انا مش هقول لكم رايي مع ليه بعد 8 دخيل في 29 سنه بياخد وقت بياخد صداقه. الصداقه مهمه جدا. موجوده الصداقه بين الراجل ومراته؟ طبعا لو مفيش صداقه بين الراجل ومراته العلاقه دي ملهاش اي معنى.